بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الدمع لا يرقى مدى الأزمان لرزية المذبوح والعطشان. هذه المدامع سيلها متواصل من كل قاص في الأنام، وداني لهفي على العباس وهو مجدل، والسبط يدعو في رحل ميداني. ظهر حنا من عظم ما قد حل بي، يا أوصل الأصحاب والأخوان. ثم انثنى نحو الخيام مناديا، هذا الوداع ولا وداع ثاني. نادته زينب والجواب فؤادها، روح الفداء يا سيدي الأكوان. أأخي كيف أراك في حر الثرى، دام الوريد مضرجين جثماني. ولهفتا وغربتا وحسرتا، تبدو السبايا من بني عدنان. جئنا من الحرم المنيع بعزة وحماية الفرسان والشجعان، لكن ثم انثنينا راجعين بلا حمن، ثم انثنينا راجعين بلا حمين، غير اليتامى والأسير العاني
والصبط مطروح ثلاثا بالعرى وويلا ملقا بلا غسل ولا أكفاني. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور. نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم صل قبل الدخول في الموضوع إن شاء الله أذكر مسألة فقهية خلال هذه الليالي المباركة بمقدار دقيقة دقيقتين للتذكير. الوضوء يقول العلماء أن يغسل الإنسان وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وعرضا الإبهام والوسطى. أنا أحب أذكر خطأ من خلال هذا الأمر. الإنسان يغسل هذا قصاص الشعر وهذا طرف الذقن قليل تحت الإبهام والوسطى عرضا. من الأخطاء الشائعة، لا أريد أن أقول يبطل الوضوء الآن أو لا، لكن كثير من الناس لما يأخذ الماء يصبه وين؟ في وسط وجهه، يشيل الماء وحطه الشكل من البلبلة، يعني حاط إيده عليكم السلام وصبه وين؟ على وجهه. واحدة ثنتين، خطأ. الصب خطأ. الصب إنما أيضا يكون من الأعلى حتى الغسل يصير من الأعلى، لأن هني ما في ماء بعد. ولذلك الصب الصحيح أن يأخذ يصب على جبينه، على جبهته بطريقة معينة. أنا ما أتكلم الآن عن الغسل. ثم بعد ذلك لما يغسل، يعني يغسل وجهه بالماء، مو يمسح إيده المتبقية فيها ماء يقوم يمسح وجهه، لا، لازم الصب يصير وين؟ فوق. نعم، ما بتصب أنت من قصاص الشعر بحذافيره، لكن لابد أن يصير الصب، نعم، من الأعلى. ثم الغسل أيضا يبدأ من الأعلى. الخطأ الثاني وين؟ يجي يحط إيده هالشكل، هني هالشكل ويمسح، غلط. ما إذا ما ابتدى من الأعلى، هو الأعلى هي قصاص الشعر. ولذلك نعم، على عمامة، على غترة، على قحفية يشيلها ويحطي لها الشكل بهالطريقة هذه. هذا ابتدى من وين الآن؟ من قصاص الشعر ويمسح إلى طرف الذقن. يقول ما أعرف هالشكل، حطي لك هالشكل بهالطريقة، مو بهالطريقة، بهالطريقة أم كذلك. بدأ من الأعلى مرة مرتين وبعد ذلك جاء إلى، المهم أنه يبدأ من الأعلى، ما يبدأ هالشكل يحطي له كذا. هذا من الأخطاء الموجودة، نعم، عند البعض. أما الموضوع
شاء الله مسائل فقهية نذكرها أيضا في الليالي الآتية. أما الموضوع أنا أعتقد يعني أن الموضوع في غاية الأهمية. الموضوع خلال ثلاث ليال الآن راح أثير كيف تربي ابنك. ممكن واحد يقول غريب يعني السؤال شلون أربي ابني؟ ما نعرف نربي؟ لا تعرف تربي، لكن احنا نبغي أنه يصير عمره 21 سنة إنسان مهذب مصلي صائم مقبول اجتماعيا في دينه وخلقه. ولذلك نحتاج احنا أن نرجع إلى طريقة أهل البيت في التربية. شنو يوصون أهل البيت في التعامل نعم مع أبنائنا؟ ولذلك في موضوع هذا خلال هاي الثلاث الليال راح أمشي مع طريقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف وصونا أن نتعامل مع الأبناء في طريقة التربية والتعامل مع هدف مهم أنت كمسلم لابد أن تجعله، أنني أريد أن أجعل ابني ابنا مستقيما مؤمنا صالحا مهذبا نعم بطريقة مقبولة عند المجتمع. ولذلك أهل البيت عليهم السلام ما جعلوا الطريقة واحدة خلال 21 سنة. أنت 21 سنة تبغى تربيه، وراح أبين لك أجيب لك بعدين إن شاء الله في الليلة الثالثة رواية جدا مهمة، أنه إذا استطعت أن تجعل ابنك ملتزما مؤمنا مقبولا في سن 21 خلاص اطمئن على أنت رسمت إلى الطريق. بعد انحرافه صعب، وبالعكس لا سمح الله إذا ما قدرت أن تجعل ابنك ابنا صالحا ملتزما يصير عمره 21 بعد هم إرجاعه صعب، مو ما يرجع لا صعب، وبجيب لك روائيا أيضا. ولذلك أهل البيت قسموها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، من السنة الأولى يعني أول ما يولد الطفل إلى السنة شنو؟ السابعة. ثم بعدين من السن السابعة إلى سن 14، ثم بعد ذلك من السن 14 إلى سن 21 سنة. ثلاث مراحل، لكن كل مرحلة إليها طريقة في التعامل. أما المرحلة الأولى اللي أنا بختصر فيها أيضا، هذه المرحلة الأولى ليست مرحلة تعليم وليست مرحلة للتعلم وليست مرحلة لأن يفكر المرء في أن يعلم ابنه تعليما بأي طريقة أخرى. يقول لي أكو يودون روضة يصير عمره 3 سنين، غلط، من الأخطاء. ارجع إلى التربويين، أول المربين هم أهل البيت. والإمام الصادق يقول دع ابنك يلعب سبعة، ما وردت، أنا ما شفت. إذا أنت شفت راوني ما شفت رواية تقول أن ابنك إذا وصل عمره 3 سنين علم الكتابة. إذا أحد شاف دلني، ما في، ترى ما موجود، ما موجود رواية إذا صار عمره 5 سنين علمه. الرواية الموجودة أنه إذا صار 6 المقصود بعد الانتهاء من السادسة، يعني صار 7 عمره. صحيح اليوم أنا أقول لك الدنيا مطالع بعد، تقول لي ما تقول لي العلم تقدم، تعقد شوي. ولذلك يصير عمره 3 سنين قالت لزوجها تعال أنا أبغى أودي بنتي الروضة، أبغى أودي من ولدي الروضة. يا بنت الناس عمره 3 سنين هذا. ولذلك أنا أقول من الظلم الفاحش على الأبناء إن إحنا نعم نعطيهم فوق طاقتهم بحيث 4 سنين
خلنا نوديه الروضة ساعات. لا الأم تبغى تفتك بينه وبينك، وبعض الأحيان الأب يبغى يفتك من ولده، يقول يلا يلا خلنا نودي الروضة أحسن لنا. مو صحيح؟ ترى صدق موجود هالشي هذا، مع أن هذا لا منطق غير صحيح. هذه المرحلة مو مرحلة تعلم ولا تعليم. تقول لي عمره 5 سنين لك وما يعرف قراءة، مو مشكلة لا يعرف، مو مطلوب منه. زين، هل في معارضة؟ الإسلام يعارض؟ أنا ما أبغى أقول يعارض. ولا تحدث عن عن ماذا؟ عن النوادر. إحنا ما نبغى تصير ظاهرة. على كل حال، إذن شنو المطلوب في هالمرحلة؟ المطلوب في هالمرحلة مرحلة، نعم، التعاطف، العطف، الحنان. أنت تهدف إلى أن يكون هذا الولد، ولذلك أنا أقول المعرفة ضرورية. أنت تهدف أن يكون ابنك بعد ذلك من السن 7 إلى 14 أن يكون ماذا؟ عبدا كما قال رسول الله، وأن يتعلم كما قال الإمام الصادق: اتركه 7 وعلمه شنو؟ 7. هاي السنين الأولى اتركه، خلي يرتاح، خلي يلعب، لكن أنت مهمتك شوي صعبة. ليش؟ أن في هذه المرحلة تحتاج إلى العطف، تحتاج، نعم، إلى إن صح التعبير التقرب، التهيئة الأرضية والأجواء القلبية، حتى تجعل ابنك يكون بعد ذلك عبدا لك كما قال الرسول. كيف تجعل عبد؟ هذه الآن 7 سنين عندك. أول مرحلة، مرحلة العاطفة، غذيه من العاطفة. شلون تغذيه؟ يعني خلى احنا نروح أولا إلى مسألة مهمة جدا، رواية لطيفة عن النبي أو عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فيها: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي الأعمال أفضل عندك؟ أفضل الأعمال شنو؟ قال: حب الأطفال، فإني فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي. ولذلك أمير المؤمنين: ليرأف كبيركم على صغيركم. من هنا لابد أن تحرك أنت مصاديق معينة في شنو؟ في مسألة العاطفة. من ضمن الأشياء قلت لك المحبة، أن تنظر إليهم بمحبة، مو تنظر إليهم بحمق، لا، بمحبة. أن تنظر إليهم بمودة حب: أحب الصبيان وارحموهم. أكو رواية جدا، إحنا عندنا روايات شلون أن الولد إذا كبر صار شاب، وأمه وأبوه هم كبروا شيبة، صاروا كبار في السن، ويمكن يعني بعض الأحيان الأب يوصل إلى حالة شنو إن صح التعبير الخرف، صير عمره كبير، يمكن اللي قدامه ما يدري منه. إنسان يصل بعض الأحيان إلى هذه المرحلة، لا تقول أنا شو وديني، أنا لا أبوي لا يدري منه قدامه ولا شيء. لا، عندنا روايات: نظرة الولد إلى والدي عبادة، أن تنظر إلى والديك حتى لو مريض هو ما يشوفك، لكن نظرتك إليه عبادة. ولذلك في الصغر نظرة الوالد إلى الولد شنو؟ عبادة، حتى هذا يكبر الولد وبعدين بيطالعك أنت كبير صير عبادة، لكن أنت غذيه بهالنظرة والمحبة. من هنا يقول النبي: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، أدخل عليه السرور من خلال النظرة. قال: كان للوالد عتق نسمة، يعني كأنه أعتق شنو؟ عبد، بهالنظرة هذه. بس السائل أو المستمعين واحد منهم زين التفت إلى المسألة، قال: يا رسول الله، نظرة واحدة
كأنه أعتق عبدا. زين، إذا نظر 360 نظرة يا رسول الله، شلون يعني يصير إليه 360 عبد؟ فالرسول قال له الله تعالى أكبر، يعني أنت أكبر مما تتصور. يعني النبي ما رد عليه قال لي لا، قال لي أكثر من ذلك أيضا، الله عظيم. ولذلك مطلوب النظرة، مطلوب تقبيل الأبناء في صغرهم، وهذه رحمة إلى أن تقبل ابنك يومية قد ما تقدر أنت تقبله، سواء كان عمره سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خب حتى لين صار عمره عشر، لكن انتهى المرحلة بالذات الآن. المطلوب نعم أن يقبل الوالد ولده، ليش؟ حتى يخلق نعم أجواء من العاطفة. قلت لك أنت قاعد تهدف إلى النظرة فيما بعد، ودائما تهيئة يا أخوة. أنا أعتقد أن الخطباء أو بعض المحاضرين قد بيّنوا لكم ذلك في بداية شهر رمضان، كيف أن شهر شعبان وشهر رجب ما هو إلا تهيئة لشنو؟ لشهر رمضان. وشهر رمضان من أول ليلة إلى ليلة 22 كلها تهيئة أيضا إلى شنو؟ إلى ليلة 23. إذا أنت ما تهيئ نفسك لا يطوفك القطار، تحتاج تهيئة. ولذلك أنت 7 سنين الآن مع الولد عمره سنة وسنتين وثلاث، هذه كلها تهيئة إلى شنو؟ إلى مرحلة أخرى، مرحلة العلم، مرحلة الأدب، مرحلة العطاء. كيف أنت تعطيه وتعلمه وتهذبه فيما بعد وأنت ما خلقت الجو العاطفي وياه؟ فلازم خلي انفتح عليه، ينفتح عليك. فإذا أول مرحلة هي مرحلة العاطفة، تنظر إليه بنظرة، تقبل ابنك. النبي يقول صلى الله عليه وآله أكثروا من قبلة أولادكم، أو قبلة أولادكم أكثروا، مو يعني مرة ومرة في اليوم ومرتين، أكثروا. وإن كان بعض العلماء يقول أكثروا يعني حد الأقل من الجمع هو 3 مرات، يعني 3 و4 فما فوق، لكن يصدق كثرة لولا. أكثروا من قبلة أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة سيرة 500 عام. لا إله إلا الله، شوف الرحمة. هي روايات صحيحة ترى، روايات مهمة. كل قبلة لك مسير 500 عام. أنت قد تستغرب وتقول أوه يعني إيش قد أنا بحصل، معقول هذه؟ لا، قلت لك الله أكبر، الله عظيم. ولذلك النبي كان يعطي لسان الحال، يعني أكيد النبي كان يبين للناس قبلوا أطفالكم، حبوا أطفالكم. طلع لي واحد قال لي يا رسول الله أنا لدي 12 ولد من ذكر وأنثى، فلم أقبل واحدا. أنا ما تذكرت أن مرة من المرات قبلت، لا هو صغير ولا كبير. قال له إن هذا، شوف النبي قال، هذا يصلي ترى يصوم بس يقول ما قبلت، ما قبل. الآن ما ذكر السبب، يمكن أقول إنسان يقعد الصبح إلى الشغل أولاده نايمين، ويجي في الليل أولاده شنو؟ نايمين. ترى مدرس شذي قال لي، مدرس يقول شيخنا أنا أقعد الصبح أولادي ما أشوفهم، يقول أطلع، يقول صرت 5 سنين هالشكل، ساعات يشوفهم يوم الجمعة، يوم الجمعة. مو تقول لي ما فيه، الآن طلع واحد إلى النبي، يمكن الآن في هالظرف هذا يمكن عشرات فيه. مدرس بنى بيته، صار عليه قرض، اضطر أن يشتغل دوامين، يروح المدرسة ويطلع من المدرسة مباشرة إلى وين؟ إلى الشغل الثاني، الدوام الثاني، لأن الدوام الثاني الساعة 2:00. الحين بعد بزيلون الدوام، فمحل الشاهد 2:00، فيطلع بسرعة يروح إلى دوام الثاني.
من ثنتين احسبها ثمان ساعات ما يرجع الا عشر. يقول وهالمجر يوميه كذي، ها يوميه. زين هذا شلون يشوف اولاده، شلون يضمه، شلون كذا. هو بنفسه يقول الى درجه ان بعض الاحيان فعلا يا شيخ انا اقول لك خمسه ايام ما اشوفهم. قلت له انا بقول لك روايه النبي، من لا يرحم لا يرحم. النبي لما سمع هذا قال لي أنا 12 ولد عندي ما قبلت، قال إن هذا عندي من أهل النار، من أهل النار على قبلة، قبلة أطفال ما قبل أطفاله، لم يقبل أبناته، قال إن عندي من أهل النار. عجيب أثر هذا التقبيل في الصغر، إلى 7 سنين أكثروا نعم من تقبيل أولادكم. زين المسح على الرأس، التعبير بالكلام، المهم أن تخلق جوا عاطفيا مع أبنائك. هذا واحد حتى لا أطيل. اثنين، الصبر على الأطفال، أن الإنسان يصبر على أطفاله. شوف ترى هالمرحلة، المرحلة الأولى هذه مرحلة اللعب، يبغى يلعب، يبغى يراكض، يبغى يتحرك، ها؟ نعم عنده أمور. زين وبالتالي أنت تصبر على في لعبة، لا تجي نعم إذا شفته يراكض في البيت نقول شال البيت، لا بعد هو الحين هالشكل. ولذلك الإمام الصادق في الرواية قرأتها، في الرواية اتركه يلعب 7، يلعب صحيح يلعب في مقابل التعليم، ان يعني هالمرحلة مو مرحلة علم، لا تقول بودي مدرسة تقول كذا، لا خلي يلعب، خلي يلعب مو مشكلة، حتى لو ما عرف شيء يلعب 7. هاي المرحلة تحتاج الى صبر، تصبر عليه في اللعب، تصبر عليه نعم في بكائه، في البكاء. انت تدري هذه المرحلة خصوصا الان المرحلة الاولى هاي تو جايبينه ورضيع، يكثر بكاء اخو، واحنا ما عندنا تفسير اليها. الان لو سألت واحد من عندكم الين يبكي الطفل وش يبغي؟ يقول والله يبغى حليب. ولذلك الرجال لين جاء اخر ليل الساعة 10 جاي 11 من اصيح هذا الطفل يا مرة قاعد رضيع، خليه يسكت يعني، يبغى ينام. ها لا يوم من الأيام واحد قال لي هو يقول مللني، عمره سنة طفل، أصيح 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 أنا أبغي أنام. آخر شيء يقول قلت له يا مرة خدي ولدش قوم اطلعي برا في الصالة وياه، يبغى ينام. لا طول بالك، هاي المرحلة تدري ليش؟ الآن الديك لو أجل الله السامعين الصبح لأن قام صيح وش يقول؟ يكبر مو؟ كذي الروايات، يكبر، يتشهد، يقوم الناس للصلاة. ولذلك في الرواية فيه نعم الإمام عيبنا يقول أفا لكم إن الديك من الصباح يصيح ويكبر وأنتم نائمون، ما يصير. هذا الولد في صياحه ماذا يقول؟ يقول رسول الله أما في الأربعة الأشهر الأولى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا تضربوا أطفالكم. وأما في الأشهر الأربعة الوسط الثانية يعني من 4 إلى 8 فإنه يصلي علي وعلى آل محمد. صلى الله عليه وسلم. وأما الأربعة الأشهر الثالثة يعني من 8 أشهر حتى يصير سنة وشهرين يقول فإنه يدعو لوالديه، هي رحمة. ولذلك أنت لا تتضايق من صياح الإبن، طول بالك على ابنك. بعد في مرضه هم يحتاج يصير سعة الصدر في مرضه، ليش؟
لأنه المرض إذا صاب الولد يقول أمير المؤمنين كفارة لوالديه، كفارة لوالديه. هذه المرحلة تحتاج أيضا إلى شنو؟ إلى الصبر. هاي اثنين، ثلاثة، تحتاج إلى ملاعبة الأطفال. والروايات قد كثرت، من كان له صبيا فليتصابى شنو؟ فليتصابى له. إلى أن جاء قال لك ولدك بابا تعال العب وياي، لا تقول له يا ولدي وإيش العب وياك، أنا رجال إيش طول إيش عرضه أجي العب وياك، روح روح شوف لك واحد برا يلعب وياك، 5 سنين عمره ويبغاك تلعب وياه، ما يقول لا أنا العب وياك، لا لا العب وياه، لازم تلعب وياه، تتصابى له في كل يوم، لا تخجل، لا تقول شلون العب، العب وياه، تبغى تلعب وياه دوامة، تبغى تلعب وياه تيلة، العب وياه ما يخالف، هذا ابنك، تصابى له، بس اليوم تيلة ودوامة ما في، قال بابا تعال العب وياه بلاي ستيشن، العب وياه. هاي البارحة أو بارحة تمس جيت البيت الساعة 11 رجعت، بابا تعال العب وياي، أنا مليت، قلت ليش تبغى ألعب؟ قال مباراة، قلت له يلا العب، ولعبت يا ربع ساعة، أدخل السرور على قلبه. الآن هو صبي عمره 6 سنين 7 سنين يحتاج إلى هالمرحلة. أمير المؤمنين ما كان يضع الأولاد نعم على ظهره وكان يمشي بهم في داخل الغرفة، صحيح لو لا؟ هذا موجود، ارجع الى سيرة علي بن ابي طالب، يدخل على الايتام يحطهم على ظهره يمشي بهم داخل الغرفة على ظهره. رسول الله صلى الله عليه وآله، البارحة اكيد الشيخ اللي قرأ جاب هذه الرواية، يقول انس بن مالك جيت واذا بالحسن على ظهر النبي، يقول فاردت ان اميطه اباعده، فقال ويحك يا أنس دع ابني هذا على ظهري. كم مر الإمام الحسن والحسين على ظهر رسول الله، إجا واحد المسجد نعم ويا طفل، النبي سمع صياحة، أسرع النبي في صلاته، رواية صحيحة، قيل يا رسول الله نراك قد أسرعت قليلا في الركعتين، قال ويلكم ألم تسمعوا صياح الطفل؟ هذا يمكن أمه ويانا في الجماعة أو أبوه. ولذلك ملاعبة الأطفال جدا مهمة. من هنا فإن الرسول يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، في خطاب للإمام الحسن والحسين. الطفل يحتاج هي المرحلة نعم أن تتعامل معه بشتى أنواع التعامل العاطفي والصبر والملاعبة والمداعبة معه حتى تخلق جوا بينك وبينه. ليش؟ قلت لك أنت قاعد لأنك قاعد تدرس، تدرسه حتى أنت تخليه لبعدين إذا صار عمره 7 سنين بتبدأ مرحلة غير هالمرحلة، مو أنك ما بتستخدمه بس بتجي مرحلة جديدة راح نذكرها ليلة غد. هذه المرحلة اللي راح أذكرها ليلة غد ما تجيبها الحين، الحين بس يبغى من عندك الطفل تدخل تضحك له، تطلع تضحك إياه، تأخذه وياك، تودي تقبله، تصبر عليه إلى أن يصير عمره 7 سنين. مشوار ترى 7 سنين مو شوي. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليك مثال. حتى نختم، وطبعا في أمور أنا بعد ما أردت أن أدخل فيها، الوقت لا يسمح، مسألة خلف الواعد، مسألة التفريق بين البنات والذكور، مسألة التساوي بينهم، هاي بعد يكون الإنسان يلتفت إليها. ولذلك الإمام الحسين رأفة من ومحبة وعاطفة وتقديرا ونظرة حب واحترام نادى أخي زينب هاتي لي بطفلي عبد الله الرضيع، أعطيني طفلي. الإمام الحسين الآن بيطلع إلى المعركة، وهي الرواية تقريبا صحيحة أصح من غيرها، أنه أعطيني طفلي حتى أنظر إليه أخي زينب، فجاءت له بعبد الله الرضيع وضعته نعم أمامه
أخذه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أعطاه قبلة رحيمة رؤوفة، ثم قالت: أبا عبد الله، هذا الآن نوع من الرجاء، أبا عبد الله ألا تأخذه إلى القوم لعله يسقونه قليلا من الماء، فقد جف لبن أمة، الرباب ما عندها بعد لبن، ما تقدر ترضع هذا الطفل الرضيع، ألا تأخذه إلى الأعداء إلى القوم لعله يسقونه قليلا من الماء، لأن الذنب ليس ذنب الصغار. أخذه الإمام الحسين، نادى: يا جيش عمر بن سعد، يا أصحاب بني أمية، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، فإن هذا الطفل الرضيع لم يشرب شربة من الماء ولم يذق شربة من الماء منذ 3 أيام، ألا تأخذونه تسقونه قليلا من الماء؟ إن خفتم أن أشرب من الماء خذوه أنتم واعطوه قليلا. انقسم القوم إلى قسمين، فرقة تقول: اسقوه، فإن الذنب ذنب الكبار، إذا كان هناك ذنب هؤلاء الصغار ما لهم ذنب. وفرقة تقول: لا تبقوا باقي من آل هذا البيت، صفوهم عن آخرهم، لا إله إلا الله، حتى هؤلاء الصغار. فقالوا: حتى هؤلاء الصغار، بينما هو نعم على صدر والده وهو يخاطب القوم، وإذا بعمر بن سعد نادى: ويلك يا حرمل، اقطع نزاع القوم. قال: ما تقول يا أمير؟ قال: ألا تنظر الطفل على صدر والده، يعني اذبح الطفل وهو على صدر والده. يقول اللعين حرمله: وضعت سهمي في القوس ولكن احترت أين أضرب الطفل، لصغر سنه 6 أشهر أين أضربه، ولكن الريح ساعدتني بذلك، وإذا بالريح قد كشفت لي رقبة الطفل الرضيع، عند ذلك رميته بسهمي وذبحته من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وإماما. يقول الإمام الباقر: وإذا بالطفل الرضيع أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة والده لشدة حرارة السهم، وأخذ يرفرف كالطير المذبوح، هل من مناد وإمامه وسيده؟ وويلا، رجع به الإمام إلى المخيم ملفوفا بقماطه. من استقبله؟ استقبلته العزيزة سكينة المدللة: أبا حسين، هل سقيت أخي ماء وجئتني بفاضلة؟ أتصيح بويا، سقيت أخيي أجيتنا بفاضل المايا، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا، خان بدهر يشبيدي اعلى الذي يروي ظما، جذب حسرة وحط أخوها بين يديها ومدد، صاحت: اش صاير بخيي اتمدد فوق الثرى؟ قال: انا لا تنشديني وشوفي بحال اشجرة، صدت ولن مفارق ولو داج مغبرة، صرخت وصاحت: يا خويا اش هالذنب منك سدى؟
وويلاه صغيرة ونحلت جسمي ونتك والقلب ذا وصفة يا مدلل يا ضيل معفور خدك بالترا للرضيع بعجل قومي وافرش له يا ربا ذايب من الشمس خدايا وساد جيب وسد وويلاه طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرب ردتك التالي زماني لا اظل حرمه وضيع شان لي تصير سلوى ليت روحي لك فدا بعد هالموقف أسألك الدعاء كيف حال أمة ليلة الحادي عشر اتأمل تركت النساء وتركت الأطفال وتركت الجميع بحثت عن ولدها ضمته إلى صدره وهي تنادي ولدي عبد الله ثدياي ذرتا علي ألا تجلس لتشرب الماء نعم هكذا سمعته سمعتها العقيلة زينب فقالت يا رباب قومي إلى المخيم فقالت يا بنت رسول الله جئت حتى أرضع ابني الذي مات عطشانا اتقل لي والله أنا جيت ترضع ابني لما شرب ماي اي والله ذرت يا بنت حيدر ثداياي بلكت يا زينب يسمع عنداي ويقوم روحي وولي تحشاي اني بس هذا عندي وقطع رجواي والله بس هذا عندي هي وقطع رجوا يا وقعة الطف كم عين بك انذرفت يا الله.